أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، والذي يستعرض جهود مصر ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأكد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي الوزير مفوض محمد فؤاد، أكد أن التقرير يعرض الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني اتصالا بتنفيذ المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفة ظاهرة الإرهاب. وأضاف مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي أن التقرير يتناول كذلك الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذا بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية وأسهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.